السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في برنامجكم تسليط الضوء. زي ما عودناكم دايما في حلقاتنا إن احنا بنسلط الضوء على النماذج الهادفة والهامة، وبنسلط الضوء على الحاجات اللي تستحق إن احنا فعلا نسلط الضوء عليها. معايا النهاردة في الاستوديو فقرتنا الأولى المستشار أشرف حليم مليك، المحلل السياسي والاستراتيجي والقيادي بحزب الغد. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا نورتنا. بحضرتك، أهلا بيك. عايزين نتكلم أول حاجة عن رأي حضرتك في أداء الحكومة بفوز أستاذة هالة السعيد بجائزة أفضل وزيرة عربية. بالنسبة للدكتورة هالة السعيد، احنا بنهنيها الأول وبنهني رئيس طبعا الوزراء. ألف ألف مبروك ألف طبعا مبروك بالنسبة أستاذة للجائزة هالة بتاعتها، السعيد. كأنها وزيرة، على أنها وزيرة على المستوى العربي كله. وفي نفس الوقت برضو بنهني رئيس مجلس الوزراء مهندس مصطفى مدبولي، وده ناتج عن المناخ اللي هي بتهيئه الدولة أكيد طبعا لكل وزير أو لكل وزيرة هي بتعمل تحت ظل قيادة الرئيس السيسي. طبعا، وفي كل نفس الوقت التحية برضو والاحترام لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكيد، وفي نفس الوقت برضو كرئيس وزراء نشط جدا، عارف شغله، عارف حياته، عارف الدنيا ماشية إزاي، عارف كل وزارة مشرف عليها، بيشجعها أكتر وأكتر. طبعا وده إلا إدى المناخ المناسب بالنسبة لسيادة الوزيرة، على أساس إنها تبدع بالنسبة لشغلها، على أساس إنها تقدر إنها ترتقي بالوزارة بتاعتها طبعا بالنسبة كوزارة تخطيط بالنسبة لباقي الوزارات على المستوى العربي كله. يعني رئيس دبي كان بيهنيها على أساس إنها برزت بالنسبة لعملها، ودي حلو بالنسبة لينا كمصر. يعني طبعا ده هي ده النهاردة حاجة باسمنا، باسم مصر، باسم مصر وزيرة عربية أستاذة هالة السعيد. هالة السعيد. طبعا ألف ألف مبروك، تهنئة، تهنئة خاصة وتهنئة عامة للأستاذة هالة السعيد أكيد، بجائزة أفضل وزيرة عربية. طبعا فالدولة النهاردة وفرت لها المناخ، وفرت لها الجهد، وفرت لها الوقت، وفرت لها العمل اللي هي تقدر تبرز بالنسبة للمجال بالنسبة لي. طبعا يعني احنا كنا متهمين زمان بأن مصر ما بتقفش جنب العلماء، ما بتقفش جنب الناس المبدعين، ما بتقفش جنب الناس اللي هي بتحاول انها تتطور تنتج. لا، النهارده كان بيقول ان هو بره غير هنا. لا، النهارده مصر فعلا بقت كان دايما النهارده بيقولوا بره بتقف جنب بيهتموا، العلماء. بيتبنوا العلماء. صحيح بتقف جنب العلماء، بتقف جنب كل واحد بيحاول ان هو يبدع في عمله. وهي ذات نفسها بتقول، يعني انا حضرت لها وهي بتتكلم، بتقول انا بفوزي بالنسبه للجائزه انا جند من جنود مصر. طبعا يعني هي كده يعني جند من جنود جندية مصر على مصرية اساس انها مشرفة. مصريه مشرفه بالنسبه للحاجه بتاعتها. طبعا وهي بتتكلم على الاستثمار البشري، بتقول الاستثمار في البشر ده اهم شيء. النهارده انا بعمل جامعات، الاستثمار البشري. بتستثمر تمام. البشر كجامعات. النهارده انا بعمل جامعات على اعلى مستوى. النهارده لما بيكون عندي طلبه جامعه داخلين الجامعات دي، جامعات بتنافس الجامعات الاجنبيه طبعا بره، طبعا فالنهارده انا بستثمر في الشباب. النهارده بستثمر بفكره، بستثمر لان اخليه طاقه ايجابيه بالنسبه للبلد، بالنسبه لكل شيء. وهو ده قوه البلد الفتره الجايه. بتهيألي الشباب هم نبع القوه الشباب هم للبلد عماد طبعا، البلد وهم بالنسبه اسم للفتره مصر اللي جايه. طبعا. انا يعني رئيس انشا جامعه كمجرد ان احنا يعني كان في مؤتمر معمول، وكان في الروبوت اللي هو الانسان الالي ده، وان احنا جامعه من ضمن الجامعات عشان يعني نبقى مع الناس دي، نتطابق معاهم، ما طبعا نبقاش وراهم بخطوه. لا، ليه ما نبقاش زيهم وقدامهم وان كمان، ما شاء نبقاش الله هنسبقهم وان ونبقى شاء الله قبل اي نسبقهم حد باذن بخطوه. الله. زي برضو هي كانت من ضمن المقولات بتاعتها العداله المكانيه بالنسبه للخدمات في المناطق. يعني الدكتوره العداله الاجتماعيه العداله المكانيه، المكانيه العدالة المكانية المكانيه كوزير التخطيط النهاردة أنا كان عندي مناطق من ضمن المناطق بتاعتنا. نفترض مثلا إن احنا بنتكلم عن شرق القاهرة، تمام. منطقة من ضمن المناطق. ده أنا بتكلم عن شرق القاهرة، ما بتكلمش عن الصعيد. ده الصعيد برضو النهاردة بقت زيها زي البلد وأكتر طبعا وأحسن طبعا طبعا بالنسبة لوجه بحري، برضو زي البلد وأكتر. م. يعني العدالة المكانية دي منطقة من ضمن المناطق تبقى مطورة جامد جدا، فيها الخدمات بتاعتها على أعلى مستوى. طبعا منطقة تاني بتبقى منطقة فقيرة، ما فيهاش اللي هي التطوير ده. ما فيهاش التطوير ده. طبعا لا، طبعا تعالي بص النهارده مثلا، النهارده بالنسبة لشرق القاهرة، مصر الجديدة، مدينة ناصر، متطورين حاجة حلوة طبعا، زيهم بالظبط كده. هو ان المناطق والتطوير اللي كانت واضح فقيرة ومرئي، مرئي التطوير جدا واضح مرئي طبعا طبعا. بالنسبة للكباري، بالنسبة للبنية التحتية، بالنسبة للعمالة، بالنسبة لكل شيء. طبعا بالنسبة للمناطق الفقيرة مثلا، مناطق زي مناطق المطرية وعين شمس والمرج والكلام ده كله،
النهارده بقت زيها زي مصر الجديده بالنسبه للتطوير. هي مش زي مصر الجديده يعني، نالها التطوير هو بقت خدت عداله زيها زي التاني جزء بالظبط. من التطوير بدائيا بدأ ان بدائيا. هو يطور ويحول من منطقة المرج ومنطقة عين شمس ومنطقة ايه يا فندم؟ المرج وعين شمس والسلام و والسلام، بدأت يعني النهارده بدايات التطوير شوية ان هي تبان. بدأت فيها العداله. طبعا طبعا. النهارده زي ما انا بعمل هنا بعمل هنا اهو. فاحنا طبعا بنشكر، احنا بنهنيها يعني، بنهني الدكتوره هاله السعيد طبعا وبنهني رئيس مجلس الوزراء، وطبعا على راسهم الرئيس السيسي اللي هو قائد بالنسبه للكلام ده طبعا كله. كل التحية والتقدير لسيادة فده الرئيس عبد يعتبر الفتاح كل نموذج السيسي. مشرف هو بينتمي لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا هو كل ده مشرف بينتمي اكيد. لسيادة الرئيس، وطبعا تحية طيبة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحية طيبة لأستاذة هالة السعيد بفوزها أفضل وزيرة عربية، وإحنا فخورين بحضرتك يا أستاذة هالة، وده شرف لينا كلنا كمصريين. طيب رأي حضرتك في اللقاء التلفزيوني الإعلامي المشرف المشرف جدا لسيدة عفوا سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس؟ زي ما انت قلت لحضرتك كده، لقاء مشرف. طبعا هي سيدة مصرية أصيلة بكل المعاني. صحيح، إنها ما خجلتش لأنها تتكلم باستفاضة واسعة جدا عن وببساطة حياتها بساطة وببساطة، جميلة جدا، بساطة يعني وتلقائية، تلقائية لدرجة إنها يفهمها كل وصلت الفئات. لدرجة إنها وصلت لقلوب المصريين من أول لقاء. صحيح من غير لقاءات، من غير مؤتمرات، من غير الكلام ده كله. اتكلمت عن حياتها من البداية، من أيام خطوبتها، اتكلمت عن أولادها، اتكلمت عن جوزها. ست مصرية أصيلة، تقدري تقولي إن اللقاء ده دخل قلوب المصريين. جدا، والجدير بالذكر كمان مش ما هقول 90%، 100% من عظمات مصر يعتبر إن هو عاش نفس الحياة، تقلد بيها، طبعا طبعا حس إنها منهم. النهاردة هي بقت في كل بيت يعني. النهاردة عظمات مصر حبوها كأم وكأخت وكبنت، وفي نفس الوقت طبعا برضو طبعا، الكلام بتاعها وصل للقلب مباشرة، علشان كلامها بسيط عشان كلام صادق. كست مصرية بتوصل المعلومة لكل الفئات، مش بورقة وقلم، لا، ببساطة بتتكلم ببساطة، بتتكلم بأسلوب بتلقائية. وصل إرسال واسترسال للجمهور وللشعب اللي هو بأمانة كلنا ما كناش عايزين الحلقة تخلص. أنا من الناس اللي كنت مستمتعة جدا جدا باللقاء ده. طبعا يعني هي بعدها عن الرسميات وصل للقلب الجميع المصريين بالكامل كلها. صحيح، انا وكلامها عن زوجها، وكلام يعني عن طبعا كست هو مصرية سيادة أصيلة الرئيس بتتكلم باستفاضة. بس بتتكلم عن زوجها قد ايه، بتتكلم بحب وباين ده وببساطة جميلة. طبعا احنا طبعا بنهنيها وبنهني انفسنا. يعني ست على اعلى مستوى، ست دخلت طبعا القلوب. طبعا، يعني الحمد لله يعني هي سيدة مصرية سيدة مصرية أصيلة. أصيلة وزوجة وزوجة رجل راجل مصري أصيل. رئيس أصيل. رئيس فعلا أصيل فعلا نهض بالبلد، نهض بالدولة، خلاها مكانتها حلوة. وزي ما بيقولوا، وراء كل عظيمة امرأة يعني. أكيد وراء كل عظيم أكيد. امرأة أكيد ووراء ليها كل دور امرأة بالنسبة عظيمة للكلام ده رجل كله. أعظم. أكيد طبعا ليها دور طبعا، طبعا. طيب سندتها ليه. كيف ترى مجهودات الدولة في الإسكان والتعمير وباستفاضة بقى؟ لا، ملف الموضوع ده مهم الدولة في جدا الإسكان والتعمير ده احنا ناخد عنه مش حلقة واحدة، ناخد عنه حلقات طبعا، ده احنا عايزين حلقات يعني. كتير لأن ده موضوع مهم، الإسكان والتعمير. النهاردة بالنسبة للإسكان، هو وفر لكل شاب شقة بالنسبة لجميع المناطق، لجميع المحافظات. بنية تحتية اتقامت، مباني كتير جدا اتقامت. ما ببنيش في محافظة واحدة، ده أنا ببني في جميع المحافظات، حتى المحافظات النائية اللي محدش كان يسمع عنها او يروح لها. محافظات الوادي الجديد دخلت فيها مشاريع بتاع ده، منشآت، محافظات قنا، محافظات سوهاج، يعني جابها من شمالها لجنوبها او يا من فندم ده شرقها حتى لغربها. المناطق الشعبية مفيش، اللي كنا ما بنسمعش عنها ولا عن اتطورت اسمها اتطورت. بدأت تتطور وتوصل لمراحل مشرفة. أي نعم لسه بعض منها لسه ما حصلش ده فيه، لكن في فعلا لا أماكن لا لا، ده هو النهارده مشرفة. كله، النهارده كله البلد كلها قايمه في وقت واحد. يعني النهارده الاسكان بالنسبه للتعمير والمباني والعمارات والكلام ده قايم في البلد بحالها. انا لا نزلت انا هنا بالنسبه للبنيه التحتيه اللي هي البنيه الاساس التحتيه الاساسيه. ده اللي هو البذره التي تنبت يعني جدار اكيد
جدار السميك، لان لو البنيه التحتيه عفوا مهما يكون في عماير كتير او في تعمير كتير مفيش بنيه صحيحه، لا كل ده يبقى ينهار. طبعا لا هو بدا ببنيه تحتيه سليمه. النهارده منشات في البلد بالكامل كمصانع كعقارات كعمارات، يعني طفره في البلد غير مسبوقه ما اتعملتش قبل كده. نهض بالدوله اللي ما اتعملش من 30 سنه اتعمل النهارده في اقل من 5 سنين او 6 سنين في عهد وفعلا الرئيس السيسي. الجمله دي جمله صحيحه جدا، اللي ما اتعملش من 30 سنه اتعمل في 5 سنين. ده زائد ان صحيح برضو احنا بنشكر الجيش، الجيش برضو ساهم في حاجات كتيره، الجيش ساهم في مشروعات كتيره، برضو الجيش برضو عليه عامل كبير طبعا، بالنسبه لتطوير البلد، وخصوصا بالنسبه البنيه لتطوير الدنيا، التحتيه. بالنسبه لتطوير للبنيه التحتيه اللي حضرتك بتقولي طبعا عليها. طبعا الجيش النهارده طبعا هو يعتبر ليه الضلع الاول والضلع الاخير بالنسبه للحاجه دي. يعني طبعا برضو احنا نقدر نقول ان ايه، عندنا وزيره احنا كنا بنحتفل بيها بنقول ان هي يعتبر ان هي على العلم العربي. احنا برضو عندنا وزير دفاع تحت قياده الرئيس السيسي، طبعا طبعا برضو هو نهض بالبلد في كل شيء. الأساس الاساس الأساس هو الاساس اللي هو الأهم. الرئيس السيسي اللي هو طبعا القائد الاعلى للقوات طبعا المسلحه والقياده اللي تحته كلها، اذا كان وزير الحربيه او الناس اللي تحته او اللي معاه. تعال اتفرج النهارده بالنسبه للجيش، انا الكلام ده كان لسه من قيمه يعني امبارح قاري في البتاع ده في الجورنان في وقاري على جورنال الصحف والدنيا دي كلها، وكل المواقع الإلكترونية. المناوره اللي بتتعمل في حوض البحر الابيض المتوسط. النهارده ازيد من 10 12 دوله، تمام يعتبر مصر هي القائده بالنسبه للكلام ده كله بالنسبه للمناورات. طبعا فكون ان الرئيس السيسي بيلم الناس دي كلها تحت قيادته هو النهارده خلاص بقى يعني على المستوى العربي كله مصر والمستوى ستسبق الدولي كمان. وتحصل على الدرجة الأولى لا تحصل على الدرجه الاولى أكيد النهارده إن لما شاء يكون في الله. 12 دوله تحت قيادتي انا بالنسبه للمناوره، يبقى خلاص ما فيش واحد منفرد هيقدر ان هو يتدخل، ما طبعا فيش واحد منفرد هيبيت له خياله ان هو يصور ضد مصر او ان هو يفعل لا شيء ضد لا مصر. يجرؤ هي لا هي أحد هي يثور يعني على مصر، لا هيراجع يجرؤ نفسه، أحد يثور على مصر. هيراجع نفسه مليون مره. طبعا الراجل اللي بيقدر يقود الناس دي كلها صعب ان انت تصوره قدام. طبعا النهارده هو راح فرنسا عزز البتاع ده ونعزز العلاقات بيننا ما بين فرنسا. صحيح فرنسا عندنا سلاح فرنسي واحنا بنعمل السلاح عندنا برضو نفس القصه، عزز العلاقات. هي العلاقات متعززه من البدايه اصلا، صحيح، بس ايه تطوير برضو العلاقات دي وتطوير للاسلحه ولكن في وتطوير عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مش فرنسا زادت بس. التعزيزات أكتر، والود ومصر بتاخد وضعها هي بتاخد وضعها وضعها الصح اللي تستحقه. النهارده شوف احنا ترتيب الجيش كام بالنسبه للعالم. تعالي اتفرج النهارده بالنسبه للمشروعات اللي انت بتتكلم عليها بنيه تحتيه. لا لا مصر البنية ما شافتش الكلام اللي شافته في عهد الرئيس السيسي من سنين فاتت، من طبعا 30 سنه فاتت. طبعا طفره في كل شيء. عمرنا ما يعني ما سمعنا في موضوع ان بناء البنيه التحتيه الالتزام بان احنا اهم حاجه ازاي نصلح البنيه التحتيه عشان نبني عليها حاجات صحيحه. طبعا النهارده مصر بقت عالميا اقليميا عربيا دوليا في كل شيء هي تعتبر وضعها مرموق. طبعا طفره محسوسه ملموسه كانت وما زالت وستستمر مصر مرفوعه الراس وفي المقدمه ان شاء الله. هي كانت وما زالت، لا وبقت احلى واحلى كمان وستستمر تحت قياده تحت اكتر قياده واكتر رئيس ان شاء حكيم الله. بالنسبه للبلد. طبعا القائد هو اللي بيقدر يعمل كل ده، ايوه هو اللي بيقدر يحمي بلده، هو اللي بيقدر يخلي الناس كلها حابه البلد، هو اللي بيخلي الناس في تسامح وتصادق ما بينهم. طبعا القائد هو اللي بيبدا بالاشاره اللي بتاعته بيبدا الصحيحه. بالاشاره طبعا طيب قرار غلق المحلات والمطاعم بتوقيتات محدده، ايه راي حضرتك في ده وهل ليه اثر سلبي ام ايجابي على المجتمع المصري؟ بصي هو من جهه ليه اثر سلبي، ملوش سلبي واثر ايجابي. تمام. اغلب الدول الاوروبيه بالكامل كلها بتعمل بنظام وتوقيتات محدده لفتح وغلق المحلات. النهارده انا لما بقفل المحل مثلا، لما اطلع قرار بقفل المحلات الساعه 10 مساء، كان قبل القرارات دي كلها كانت المحلات بتقعد لغايه الساعه 1 لغايه الساعه 2، وفي محلات بتقعد للصبح. في محلات بتقعد لغايه الصبح على صحيح. اساس انها فاتحه. النهارده لما انا ادي قرار بغلق المحلات الساعه 10، طب انا بوفر حاجات كتير، بوفر طاقه، بوفر يعني كهرباء، بوفر ميه، بوفر عماله، بوفر انا اسف تعبير زحمه بالنسبه للشوارع.
وفي نفس الوقت برضو تحس ان ايه يعني في نقطة عندنا احنا كشعب مصري ان دايما ايه ينزل يجيب حاجته في اخر ساعة. ده يعني انا طبيعي، لو ده انا طبيعي مثلا ايه صحيح. المحلات بتقعد لغاية الساعة 1 لغاية الساعة 2، لا انا يقول لك واحدة انا لخمسة الساعة هنزل. 12 انزل ولا صح الساعة 1 انزل. ده انت ساعات يبقى بتشتري الحاجة والمحل بيقفل ويقول خلاص احنا شطبنا صحيح والناس مش عايزة تخرج. فعلا. طب ما انا اوفر 4 5 ساعات 6 ساعات كمان، ويبقى انا التزامي الساعة 10، يبقى انا اللي هينزل يشتري من بيته مثلا لو حتى عايز ينزل في اخر ساعة ينزل الساعة 8 ولا ينزل الساعة 9 هيصطاد حاجته وينزل تاني. يعني قصدي حضرتك ان احنا ايه، بنحب نستنى يعني لاخر بنحب وقت، نستنى لاخر بس وقت. هو ان ال ال فانا ما القرار بقولش ان ده ده لا، يعني انا ما بسيئش لحد بمعنى اصح، بس انا بتكلم على ايه، بوفر طاقة بوفر كهرباء بوفر مية بوفر طرق، الدنيا دي كلها ده غير بتتوفر. ان بتهيألي القرار ده ها بيدعونا شوية لحتة الالتزام. للالتزام بطبيعة الحال اه ان يعني انا هي ملتزم الفكرة بوقت ان احنا معين. كان كل محل بيقفل، عفوا طبعا، بمزاجه. بمزاجه 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 زي ما هو كل عايز. واحد عايز يقفل في الوقت اللي هو يحبه. تمام، دلوقتي لا، في نظام اللي هو انت ماشي الساعة 10 كله بيقفل، 10 يبقى خلاص. في ميعاد بنفتح فيه كله بيفتح. فده ده حلو، ده تعود على النظام، ده اكيد بطبيعة الحال، تحولنا لدولة نظامية، دي حاجة كويسة جدا. طبعا ده اكيد ده طبعا بتدي فرصة للشعب كمان اللي عايز يطلع يتنفس يشم الدنيا، مش هيلاقي زحمة، هيلاقي الدنيا حلوة كده يعني براحته حضرتك شايف بعد ان قفل ده المحلات. ده قرار ايجابي حكيم، اكتر من انه قرار سلبي؟ ايجابي اكتر من انه سلبي. قرار مفيش حكيم ايه طبعا. السلبي في ايه السلبي بالنسبة لكده. يعني بعض الناس ممكن تفتكر ان طب لا تعطيل، طب لا الناس لا اللي لا لا بتشتغل مفيش يقلل من تعطيل. ساعات هو العمل. بالنسبة للكافيهات وبالنسبة للحاجات اللي هي في المدن الساحلية كان هو زود لها الميعاد بالنسبة للساعة 11، وبالنسبة للصيف غير الشتاء. يعني الصيف خلاه للساعة 11 والشتاء خلاه الساعة 10. يعني بالنسبة القرار ده، للكافيهات زود لهم ساعة برضو. القرار ده لكل البلاد داخل مصر لا ككل. وكل الفئات، يعني وكل سواء الفئات مكان مش ساحلي على او محافظة مدينة معينة. عادية. لا لا مش على محافظة معينة. ده يعم. اه طيب، ما هي مجهودات الدولة في توفير السلع الأساسية؟ وده سؤال مهم جدا جدا جدا. مجهودات الدولة في توفير السلع الأساسية. لما أنا أجي أبص للسنة اللي فاتت مثلا بالنسبة لجائحة كورونا لما دخلت علينا، كان الرئيس السيسي كان كل شوية يطلع يطمننا يقول إحنا عندنا مخزون استراتيجي لمدة 3 شهور، ما تخافوش يا مصريين كان عندنا أكلنا بيطمننا فعلا. وشربنا. في حين إن إيه كان جميع بلاد العالم كلها هي جائحة كورونا دي أثرت عليها في كل شيء، كل شيء أثرت عليها في اقتصاد، أثرت عليها في أكل في شرب. كان في ده في بلاد ما كانش فيها، كان فيها مجاعة بالنسبة للأكل طبعا والشرب طبعا لعدم وجود عمالة أصلا طبعا. بالنسبة للكلام ده كله. إن هو كان إيه، شوف أنا بتكلم عن سنة فاتت مش بتكلم على النهاردة. صحيح، يعني كان بيقول إيه يعني ما تخافوش إحنا عندنا 3 شهور مخزون استراتيجي من انا كل فاكره ان في حاجة. التوقيت ده من كان ناس كتير معتقده ان مصر من اول الناس اللي هيبقى فيها مجاعه، لا ولكن كنا من اول الناس اللي رئيسنا يطلع اللي يقول صمدت. اطمنوا اطمنوا في مخزون اطمن فعلا. عندنا والاخر مخزون وقت لمدة 3 شهور، عندنا اكل عندنا شرب عندنا دواء السلع عندنا تغذية الاستهلاكيه كلها موجوده. عندنا كل حاجة، السلع الغذائية كلها موجودة. فما بالك بقى ان احنا النهاردة داخلين على جائحة كورونا اللي هو يعتبر الموسم الثاني، الموجه لا الثانيه، الموجة يا رب التالية ربنا احفظنا يستر جميعا بالنسبة ليها. يا رب لا ده انا مش عامل مخزون لمدة 3 شهور استراتيجي، ده انا يا عامل مخزون رب. للسنة كلها. طبعا اكيد ربنا فهو يستر يا ربنا رب. يعني يقف معاه ومديله ايه يعني عامل حسابه بالنسبة لحاجة زي كده. هو بلد طبعا هتعرف ازاي انها تخوض للمرة التانية، ده لو كان ان شاء الله ربنا هيعديها على خير اذا يعني. كان هو في المره الاولى اللي هي فجاه العالم كله قدر وخدناها ان هو صدمه، يقوم بيها. قدر ان هو يحمينا ويعدي بينا البر الامان، هل فدلوقتي الموجه الثانيه اللي احنا الموجة التانية ده احنا متوقعينها؟ عندنا علم اكيد من طبعا قبليها، طبعا يعني بيرتب لها بقاله سنة. النهاردة طبعا. بيقول احنا عندنا ما تخافوش من الجائحة، احنا عندنا النهاردة مخزون من الأدوية كامل يكفي السنة بالكامل، هو عندنا الأهم مخزون. كمان إن احنا نقف معاه وجنبه، وصح إن احنا نلتزم كل الاحتياطات الاحترازية الصحيحة، نلتزم بإن احنا نخاف على نفسنا وعلى غيرنا، مش على نفسنا بس، لأن لو خفنا على غيرنا هنخاف على نفسنا، وهيبقى ده خوف متبادل ما بيننا على بعض. وربنا يحفظ مصر يا رب من جائحة كورونا التانية. أكيد النهاردة ويعني وزارة التموين والتجارة الخارجية عندها علم، عندها تعليمات، عندها توجيهات، ضبط الأسواق،
مع الأزمة دي، عندها المخزون ربنا يحفظ الاستراتيجي، عندها مصر كل يا رب، حاجة. ربنا يحفظ يحفظ مصر مصر ونعدي الجائحة التانية من كورونا على ألف خير يا رب. بإذن أنا الله. بشكرك يا فندم، الله شرفتني يخليكي، ونورتني، شرف ليا. وعلى لقاء آخر إن شاء الله وباستفاضة أكتر عن كل الحاجات اللي أكيد محتاجين نتكلم فيها. هي طبعا حاجات طبعا محتاجة حلقات، مش حلقة أكيد واحدة. طبعا إن شاء الله، العناصر اللي ويشرفني احنا إن شاء اتكلمنا الله. فيها دول متهيألي كل عنصر محتاج حلقة لوحده. أكيد طبعا أكيد، ولكن احنا حاولنا قدر المستطاع ندي المعلومة الكافية للشعب، إلى حين آخر إن شاء للشعب. الله. أشكرك يا فندم نورتني، وكان الله معايا يخليك. في فقرتي الأولى في برنامج تسليط الضوء المستشار أشرف حليم مليك، المحلل السياسي والاستراتيجي والقيادي بحزب الغد. شكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك. مشاهدينا الأعزاء الكرام ومتابعينا الأفاضل، هنطلع فاصل وهنرجع في فقرتنا الثانية، انتظرونا بعد الفاصل.